الجدار الذي حمله الليبيون معهم إلى برلين ما زال صامداً. الخلافات الليبية الداخلية والدولية حول ليبيا ما زالت تحول دون تهدئة حقيقية بصرف النظر عن حل سياسي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متماشياً مع موقف الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر كان واضحاً في ضرورة وقف تدفق المقاتلين السوريين إلى ليبيا، مقاتلون يساهمون في تتريك الأزمة. في المقابل إيطاليا تصر كما يبدو على دعم حكومة الوفاق لوقف تدفق المهاجرين عبر المتوسط. في كل الأحوال أي وقف للنار في ليبيا سيحتاج إلى من يحميه، هذه قناعة الاتحاد الأوروبي على ما يبدو. ولكن فيما يصارع الأوروبيون المصاعب، روسيا تصاعد. مجلة فورن بوليسي أشارت إلى تفوق الدور الروسي على الدور الأوروبي في ليبيا لأسباب كثيرة، أبرزها أن روسيا حازت مقعداً قوياً على طاولة المفاوضات الدولية حول ليبيا، وقد تدفع باتجاه سحب العقوبات الأوروبية المفروضة منذ 2014، كما أن روسيا تبدو قادرة على التواصل مع جميع الأطراف. تدعم حفتر لكنها لا تستفز السراج، تتواصل مع الأوروبيين وتنسق مع الأتراك. وفي كل الأحوال لروسيا مصالح اقتصادية أيضاً في ليبيا بحسب فورن بوليسي. دعم روسيا لحفتر ليس كافياً لحسم المعركة، لكنه كاف لإبقاء المعركة قائمة، وربما للتفاوض على عقود ضخمة تدخل فيها روسيا إلى السوق الليبية التي ظن الأوروبيون أنها حكر عليهم